الأسهم الفكية طبعا لما يمر على أسهم بالشركة تسمع السهم وقت وجود الزكاة فيها وبتسمع قيمة السهم أرباح السهم بذكر اثنين وصولين إذا يعني في من الناس هم جدي يكون سيء مستمع وانتو ذاك ذاك كمية تسمع الإدارة بتغيرها كله بتضبع مع بعض كل يعني لا سؤال لا عندك مال عندي اليوم مثلا اسهم بشركه معينه بتطلع جايز نزلت ما غيرت على شركه ثانيه بعد على شركه ثانيه حتى ما مرتش ما دفعتش حتى الساعة 3 بيبدأ الدور، هسا الدور ما بتعرفش أي ساعة بتخلص من عند الدكتور، يجوز لما أنا عندي يعني موعد، يجوز إنه صلاة العصر تكريم صلاة العصر؟ لا 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 يجوز الجمع في البيت قبل الصلاة، لا يجوز، شو بإمكانك تساوي؟ بإمكانك تساوي تطلع من المحل أو تطلع من المحل تجمع الدور العصر صليت العصر إذا في ضرورة إلى ذلك مش بدك تصلي وين؟ بالطريق. بلد ثاني الشيخ شو بدك تشرح كيف؟ الشيخ بلد ثاني جايز يطلع من الصلاة. أي بلد ثاني؟ على مثلا على عمان على القصر إذا أنت سفارة دولة جايز تشرح من الصلاة ما تنويش أكثر من أربع أيام إقامة يعني إذا رحت الأحد الربع الخميس جايز تشرح تقصر من الأيام لكن إذا الأحد مش محصول فليس مش محصول إذا رحت الأحد تروح الجمعة ممنوع إلا أحد في الطريق الجمعة في الطريق نعم صلاة التراويح سني مؤكدة التراويح سني مؤكدة نعم صلاها الرسول نعم الرسول صلى الله ثم انقطع عنها حتى يشرف على أمته والصحابة بعده استمروا عليها وعقد الإجماع على المواظبة عليها آخر سؤال أنا التلفزيون نعم وأكيد ليش يا شيخ مصرياته كل يوم بتدحرج كمان هسا المفروض انه يزكيهن لما يمر عليهن الحول التاجر يحكم الجمله ثاني سنه طلع نزل بيقول له اخر سنه قديش معه؟ اخر سنه شو معه؟ بيجمع مصاري راس المال اللي عنده والارباح اللي عنده يعني انا اخذ انه تاجر عنده محل سوبر ماركت مواد اغذيه بيجي اخر سنه الأخذ اللي عنده شوف قديش حقها لأن كيف يقومونها مش كيف يشتراها ولا كيف يبيعها الآن وقت وجود الزكاة لو بيشتريها الآن من التاجر قديش بيشتريها الآن مش كيف يشتراها ولا كيف ايش يبيعها الآن هاي السلعة لو بيشتريها الآن للتجار قديش بيشتريها سعر السوق يسموه زائد الارباح اللي عنده كلها والمدخرات اللي عنده والبلد كل ما صار يجمعها وبيجمع الدين اللي له على الناس، الدين اللي مش السداد، الدين الحي مش ميت وبنقص الدين اللي عليه شو بضل معاه؟ يضل معاه فوق 12000 شيكل بدي 2.5% يعني ما يصير 5% غرام ذهب بدي 2.5% طيب اخر سؤال الحاج مكرم عصام نعم يجبره يعني مرض طارئ هذا الطفل ويقضي على مرض فسؤالك انت عن واحد مريض مرض مزمن يبدو هذا مش على الصيام هذا بيقضي فدية على كل يوم
طب حتى سؤال الله يجيب سؤال عن السيارة مع المصاري الجنكية يا جماعة ما تبغى يعملوا احنا قلنا انه حلي المرأة لا زكاة فيه ما لم يكن كثير عرفا. الان حسب الكثرة حسب عرفنا بتلك حد مسكينه عرفنا. شو باكي جمال هبتة البسكينة. لحد مسكينه فش علي زكاة. فوق المسكين من أتكيهن. ماشي. بتتحدى. يا فجور في زكاة إذا لم تكن كثير عرفا. إحنا في عرفنا لحد نص كيلو مش كثير. أنا عملت معادلة متوسط. في جماعة بالنسبة لهم بعد العرف بتختلف من شخص إلى شخص. ففي ناس بتشيلهم كيلو مش كثير، في ناس بتشيلهم نص كيلو مش كثير، في ناس بتشيلهم نص كيلو مش كثير، إحنا عملنا معادلة متوسط لحد نص كيلو. لحد نص كيلو مع بعض. فوق من نص كيلو بتهزكيهم حتى لو كانت متوسط. كل سنة تزكي بس زيادة عن نص كيلو سنويا. ما في مع أبراهيم عليها مصير فانت مستمع لك منين؟ ما شاء الله، لا وظيفه، ها؟ تعال تيجي تعال راس، عندك قديش؟ نفس وسط جبت راسين هون شيخ راس عمر خبر رمضان واخر رمضان، كيف بتكلم معي؟ بس انت بين بعض الامر في رمضان مع الشيخ ابن حجه ابن عمر في رمضان للحين شو قاعد يتفضل؟ لسه شيخ لسه راسين ضل لك هذا خير وهذا بطل. Isn't that